طيب شو ملاك ذلك؟ كل هاي الأشياء السابقة ما هو الذي يقودك إليها؟ ها، الصدقة والصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد، كل هاي هذا الأشياء التي ذكرناها، ما الذي يقودك إليها بمشيئة الله؟ تنبأ. أيوة، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. انظر، هذا اللسان إما أن يكون بابا لك إلى الجنة أو بابا لك إلى النار. كفة، الكف، إيش يعني كفة؟ إيش يعني كفة؟ يعني أسكت يا أخي، من صمت نجا، ظلكش تحكي، حاول ألا تتكلم، لا تتكلم، اسكت. هاي شيء مهم جدا، يدخلك الجنة. أما والله ما احنا عارفين لسانك مش راضي يهدى، وبس تخلص حكي وتزعجنا لسه بروح على الفيسبوك يحكي مع وبده، لا اذا ما لقى بصير يكتب لهم. يا رجل جننتني، اسكت، كف عنك هذا. كف، واحد بالسكوت، اثنين البعد عن الحرام. وكما بدأنا في درسنا الماضي، البعد عن التوسع في المباح. التوسع في المباح يقود إلى الكراهة، بل يقود إلى الحرام. تنبه، لا تتوسع في زمن الفتن. طيب، هنا سؤال من معاذ انه تعجب، ماذا تعجب معاذ؟ نسمع. قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم، إذا من أكبر أسباب دخول النار إيش؟ اللسان. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان، اللسان. وكم من كلمة تقول لصاحبها دعني، اللسان. كم من شخص آذى أبويه باللسان، كم من شخص يا جماعة، في ناس ماتوا انجلطوا بسبب إيش؟ أنهم سمعوا كلاما، اللسان مؤذي. تنبه إلى لسانك.